فاول لفريق الفيصل. جاريو يلعبها داريو. جول اول من كره ثابته. يا سلام عليك يا داريو جريتك، لعبها بطريقه متقنه وسجل الهدف الاول. الهدف الاول لفريق الفيصلي بكره ثابته. اللعبه خدعت حارس المرمى وتفرح المدرب الكرواتي زلاتكو دلتش من كره ثابته. لعبه لافه على زونير حقيقه، ولم يستطع جابر ان يتعامل معها بالطريقه الجيده. لاحظ 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 الكره، وشوف المتابعه وجاءت في المرمى في متابعه جيده. وداريو جريتك سليمه وتلعب. الله جول الرد ميشيل ميملي. ميملي والرد الجميل بعد دقيقه، بعد دقيقه يحط الهدف الثاني ويتقدم الفيصلي بثاني الاهداف بالدقيقه 50. بالدقيقة 50 يسجل ثاني الأهداف، ويا فرحة فريق الفيصلي وجمهوره. والهدف ليأتي بعد تسجيل هدف في مرماه يكون له طعم. شوف 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 انبرى لها ولعبها، وحارس المرمى جابر العامري لم يتمكن من اصطيادها وتسديدها. كانت نلاحظ الإعادة، هي تمريرة ذهبية الحقيقة، تمريرة أوصلت الميملي إلى المرمى، وفرحة جماهير الفيصلي والجمهور خلفه. يلعبها وتلحق. الله الله جول. لا المفروض ينطرد منهم من زمان لاعب الحقيقة عشان يلعبون بهذه الطريقة. الفيصلي الفيصلي وهاتريك للاعب ميملي بالدقيقة 56. إذا كان ناقص لاعب يلعب أفضل فريق الفيصلي، فبالتالي على المدرب أنه يلعب ناقص لاعب في المباراة القادمة. ميخن ميملي ومباراة غريبة الحقيقة، فريق الفيصلي ناقص لاعب سجل هدفين بينما كان كامل المباراة ما سجل ولا هدف، والفريق كان متكامل العدد. يطرد منه لاعب وسجل هدفين، وكان عنده هدف سجله مع اكتمال العدد. إذا نجم الشوط الثاني.